ما زلنا في باكستان، حيث قال وزير الداخلية رحمن مالك إن قوات الجيش تحاصر رجل الدين المتشدد مولانا فضل الله في وادي سوات شمال غرب البلاد. تصريحات وزير الداخلية تأتي بعد يومين من إعلان الجيش اعتقال مسلم مالك المتحدث باسم فضل الله وأربعة من حلفائه في العمليات التي تجري بسوات. يعد اعتقال فضل الله إحدى أولويات الحكومة للقضاء على حركة طالبان باكستان التي تلقت ضربة كبيرة بمقتل زعيمها بايعة الله محسود في إقليم الحدود الشمالية الغربية الشهر الماضي. ألو عبد الرحمن.